شكلنا فرق عمل، كل موجه شكل فريق عمل وبدأ بالعمل من مصمم ومن منفذين، اشتغلنا كلنا مع بعض، اشتغلنا أمام الجميع في الهواء الطلق، كل التواجيه كانت تشوفنا، كل زائر يمر علينا ضيف فنان تشكيلي يمر علينا يدخل يشوفنا. ما كان عندنا في هذا المعرض وفي هذا السيمبوزيوم وفي هذا الأعمال أسرار نخشها على الآخرين، كانت الأعمال واضحة وكنا نشتغل أمام الناس كلها، ما كان عندنا شيء نخشه، وكان المعلمين والمعلمات والموجهين يتبادلون الخبرات.